مشاهدينا وصلنا لحكي ميديا بالقسم الثاني. هلا معنا آلاء من جديد. مساء الخير عليكم. مساء النور مرة ثانية أيهم ويارا وعن جديد يسعد أوقاتكم مشاهدينا. لا في لا مي ولا كهرباء ولا قهوة ولا تبولة بس الأسد منيح. إبداع جديد للفنانين موالين. ميل يا سيد ميل يا سيد ميل 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 يا سيد ميل يا سيد الميل ميل ميل لك ميولي يولي ميل لك أيولي يولي ميل لك ميولي يولي ميل لك أيولي يولي ما في عندنا القهوة ولا عندنا تبولة لا لا ما في عندنا القهوة ما في ولا عندنا تبولة لا لا بس ميل يا زين ميل يا زين الميل يعني هي محاولة تضمني بدي لك بأسأل بس ولكنها فاشلة يعني طبعا هذا الفريق صار له كذا فترة عم يتهاضم ناخذ تعليقات. رامي عم يقول أزمة فن. كمان تعليق ثاني عفراء عم تقول مهم لا ينتقدوا الحاكم. طبعا هذا المهم. كل التعليقات الحقيقة كان فيها يعني سخرية وشتائم وانتقادات لأنه فعلا هذا الشيء اللي عم يتقدم لا يرقى إلى مستوى الأزمة اللي عم تعيشها سوريا من ناحية الغاز أو مو سوريا تحت مناطق النظام من ناحية الغاز أو من ناحية الكهرباء وإلى آخره. هي مو بس أزمة لا هي مأساة حقيقية يعني كارثة. عم تقولي إنه بياخدوا إنه بيدفعوا مصاري لياخدوا بس دور يعني هذا لسه يمكن ما صارت بعمره. وايضا لا يرقى لمرحله الانتقاد يلي فتحته الثوره يلي اتاحت حريه ما كانت متاحه نهائيا لكل الاصعده سواء فنيا او حتى بالحياه الاجتماعيه. فهذا شيء متاخر جدا جدا يعني. يعني مثل ما ذكر ضيفنا بفقره شو صار قبل قليل يمكن هيك نماذج فنيه خلينا نسميها هي بس للتنفيس على الشعب انه شوفوا ما بس انتم مزعوجين حتى نحن الفنانين بالتنسيق يعني مع النظام تماما. إيه بس حتى يعني لا يرقى لهالمرحلة يعني حتى بقبل الثورة كان في حلقات من بقع الضوء أقوى بكثير من هذا الحكي تماما ذكرنا كمان هذا الشيء بالضبط يعني صحيح. فهذا قصدي يعني هذا الحكي كثير متأخر يعني التسعينات أيام صحيح. حافظ أسد إزالة مجسم آي لاف حمص بعد ساعات من وضعه والسبب كثير بسيط إنه العلم يلي محطوط مو علم سوريا علم اليمن يعني ما كثير استغربت والله خلينا نشوف بالله والله ما غريب لا شيطان كل شيء ممكن وكل شيء متاح ما في شيء غريب. تقديم شركة براق وحاطين الاسم براق على القلب يعني كمان هي أهم شغلة طبعا هي أهم شغلة وأنا عم شوف هنن وقت حملوا المجسم ومشيوا الشباب بعد ما اكتشفوا إنه حاطين علم اليمن نحموا علم شيء ثاني كمان يعني كمان مو غريب روسيا ممكن أو إيران خلونا ننتقل للتعليقات لحتى نشوف شو اجت التعليقات على الموضوع. زكي عم يقول فكره سرقوها من بلاد برا وتركيا عامله مثل هدول من زمان المهم انه كل دوله كاتبه بلغتها ليش عم يكتبوا بالاحرف اللاتينيه كمان يعني زكي يعني ما بتزبط بالعربي كيف رح تنكتب ليش بتزبط احب حمص مثلا هو يمكن قصده مشان النقط انه بتصير صعبه على اساس يخزر العين لما بدهم يكتبوا وقفت على وصحته على سوريا اول بعدين من على الاقل خلينا نشوف تعليق الثاني. ساره عم تقول ليش غريب عليكم انه تهتموا مو غريب عليكم هي ليس بغريب عليكم ان تهتموا بانشاء المجسمات اكثر من اهتمامكم باعاده ما دمرتموه في حمص القديمه وبابا عمر و جورتشياح صحيح دائما حكينا كثير يمكن على هاي المواضيع اللي هي شغلات رفاهيه يعني تزيين وشي بدهم يعملوا حديقه وما بعرف شو وبالفعل بالاول يلتفتوا للمناطق اللي تدمرت يعني صحيح. ايضا بنشوف تعليق ثالث معنا ابو محمد عم يقول منيح علم اليمن افضل من علم ايران او اسرائيل يعني ممكن روسيا كمان ابو محمد بخيل هدول كانوا التعليقات الموجودين معنا لليوم بدي ودعكم ايها ميارا وكمان مشاهدينا مشاهده ممتعه باقي فقرات لم الشمل شكرا لك على فاصل ومنتابع.